كانت الغوص ممكن يجيب 11 طرشة أو 20 طرشة على وقت اللي هو الموسم يعني. نعم موسمهم. بعدين اللي هو أول طرشة يسموه التبداه. تبداه يعني. نعم طرشة التبداه. نعم قبل كل شيء احنا قلنا له يجوا السفينة عبارة عن على السيف. نعم من بعض الصيانة. نعم ها؟ نعم. إيه لأن عبارها من يعلقوها على ما يحدوها واجد. عدل نعم. له. إيه في السفينة خشب مو زي الحين عبارة فيبر. إيه. صحيح له. صحيح. إيه فيبر أو 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 زي الباخرة بليت ملحوم كله. نعم. إيه المهم أول ما يبدأوا يودوها للسليمونية. إيه. تمسوها. إيه. على قولتهم. إيه. عندهم عبارة إسفارة سموها إسفارة كذي جريد عبارة مشكوك بعض بعض كذي. إيه. بالحبال. نعم. سموه إسفارة يعني. إيه. سموه شاش يعني. إيه. شيشوبة يودوه. إيه. لحق السليمونية. نعم. حق أغراضهم. بعد اللي هو ذاك اللي هو التغريب كان عبارة اللي هو ذاك البندر الرفيعة. هو دارين يدوروا خلاص. ايه. مو من السنابس خلاص يدوروا من السنابس لدارين. ايه. ايه القفال بعد يدوروا من دارين لسنابس. ايه. يوم القفال. ايه. بعد اول باقي عبارة اللي هو طرشة الاولية يسموها طرشة التبدا. ايه. ايه. نغوص الى 10 12 يوم 15 يوم على قد اللي هو الارزاق اللي عند اللي هو الزاد هذا يسموه إيه. زاد. نعم. زوادة ما يسموه عبارة ارزاق. ايه. ايه زي رامكو. نعم. المهم قال لي له من ترك اليوم بيدخل اليوم بينتر يعني. ايه. هني طاويش يعني ما يفرق البندر. ايه. عبارة اليوم هذا مدخل فهمت هذاك بكره يدخل ولا بعد ذاك يدخل البندر ما يفضيكم. ما يفضي بلا ذاك. ايه. ولا سهل يعني. نعم. ايه. فلاجه انه ده الطواش مثلا اللي حق له هو نوخذه. نعم. ايه يقول له نوخذه ان شاء الله عندكم خير ان شاء الله عندكم فال لينا. نعم. عندكم فال لينا. نعم. ايه لان نوخذه يعرفون هذيلا يعني كفو مثلا عندهم عباره ذاك استعداد. ايه. وهو عنده عباره يعني شيء بعض خصبة ما يقدر عليها طواش ولا طواشين. صح. والأربعة يشترك فيها. صحيح. زي ما قلت لك على الكلام الأولي. خصبات من تركيا اشتركوا فيها الزياني. ايه. وعبد الله بن أحمد الدهر. ايه. سموه سوء الدهر له. ايه. عبد الله بن أحمد الدهر الزياني والسيسي وعلي عبد الله بن الشيخ الله يرحم والدينا ووالديك يرحمهم. نعم. واللي هو حجي عيسى سليس. ايه. طواويش تاروت دير له. ايه نعم. كبار له محسن ابو ديب. ايه نعم. زين طواويش تاروت. نعم. ايه. دارين له عبد الرزاق الهارون. ايه. ايه. ابو ابراهيم. صح. نعم. فهذه عباره لا هي كبيره مثلا يشتكوا بها. صح. ولا صغيره احنا يقوم يعني 7000 او ربيه او 5000 ربيه. ايه. فهمت؟ يقومها واحد يعني. ايه. ايه. وبعض عبارة طواويش في البحر يعني رابطة في البحر هي نفس ذاك السنيار اللي على نفس الهير اللي هو فيه. ايه. ايه يطلع من سنيار ويروح سنيار. ايه. طواش. ايه نعم. ما توفقني توفقناك. نعم. ما توفق محمل محملية ثلاثة أربعة خشب واجد. نعم. ايه. ولا تكثر عبارة الخشب يسموه سنيار. ايه. ايه. اليوم السنيار على خبابان. وسيارة على خورة، سيارة على الوسايع، سيارة بين فرقتين، على أبو لبهين، إيه؟ على العظمة، على عبر اللي هو سطوح العظمة، على اليدر، هالشبك كذي، نعم. الرجل سبن، إيه؟ ما كلهم ذا، صح، إيه، فعاد الطواش عنده اللي هو بانوش، إيه؟ يعني مقبوس ورا نفس ذاك تجارب وتلوفيه، إيه، إيه طواش، لأن أخش الطواش بعد ذاك. أول يعني أول شيء يعني جت مرنج بالبحرين. إيه. شفت أنا وركبت فيها بعد. إيه. يا أبوي الله يرحمه أخواني. نعم. نج اللي هو عبد الله بن أحمد اللي هو الدهر. إيه. ركبنا فيها وصار يعني شيء عجيب عندنا ذيك الليلة. إيه. عجيب. هذا أول شيء. جيك الهواء بارد عدل. إيه. وفتحوا لنا اللي هو هذا
قلت معلمات العريس هذا ما احنا ما ندري عنه نعم. ما نعرفه هذا اول مره هي. ايه وعندي له قرص عندي عبارة له بحاره جزوة هاي زي ما تقول 8 انفار طوشك وردي على 10 انفار ايه ايه هذا القرص عبارة مقروس ولا نفس الدكر السفينة اللي عنده ايه ايه وقت اللي يبغى يروح على المحمل فارتي قصروا على القرص قصروا عليه على ما يطلبوا بالسفينة ايه يركبوا فيه قرارة هذول صح ايه وطواش عبارة وقعد على الفنة ايه ورا يعني نعم الفنة طبعا يعني هذا ما في كرنة ولا في شيء اللي عاجبه بالمياديف ايه ايه المحارة ديلة ايه ايه وعندهم رفين عبارة لكم لما يهروا يعني يحكي فيها يجوا هذا اللي هو في برج مال يمين نعم عدال الريل عبارة عدال الكاتلي مال نوخده ايه ويفلتوا قرصه على ذاك على البحارة وياخذوا قرص من عنده ويربطوه في نفس القايم جهة اللي هو فيها ايه نعم قايم مال يمين ايه نعم ايه ويركب له طواش لحاله بس الديله ما يركبوا ايه اللي هو يرار الأيام اي نعم يركبوا ويسلم على رسول الله محمد ونسمع ايه ويقول هذا النوخ هذا فاتحه ان شاء الله عندك فال لينا نوخ هذا ان شاء الله عندك فال لينا ما تخيبنا ان شاء الله اي نعم هذا النوخ هذا له موين مثلا يعني ما عليه نوخ هذا كبير ها نعم بعض خشب يعني نوخ هذا الكبار يعني في البر ها ايه ما يقدر يعني يبيع هذا ايه زي بيت الشواي نوخذهم منهم مصول العريب إيه؟ البحرين إيه؟ في لاجئ مطوش ما يقدر يبيعوا عليه إيه؟ ها نعم هم لبستهم نوخذهم مطوش إيه؟ وجوهري إيه؟ إيه هالشكل شيء فعاد لا يقدر انه يبيع على هذا اللي جاي منه فهمت يعرف نعم. انه كفو يعني 5000 روبية ولا زين قاطر يقول له توكل على الله يفاتح بنوبه ايه وعنده وهذا الطواش عنده ميزان فهمتي؟ نعم وزن له ايه كان يوزن القماش يوزن له الحصبة يوزن له البطن كل واحد له مقاس يعني اذا ما تقول يعني ايه ويتفق اياه بعض يعني نواخذه يعني يفهموا يعني ايه لانه بايع قبل هالمرة امرار نعم. عديدة ايه بايع نعم فهذا الطواش ما يقدر يعني يغدر به ايه ايه عفوا نعم المهم انه قول توكل على الله يعني عباره لكن هذه له كل حاجه عباره اللي هي ذاك بسعرها يعني نعم زي القماش الكبار اللي سعر غير ايه السحتيت هذا والزير هذا اللي سعر غير ايه والشاير هذا البربوك زي ما قلنا له ايه قلنا عنه فوق ايه ها عند السفينه صح هذا الاسعار هذا اللي هو البربوك فهمتي حظ نصيب نعم ايه اما كسرت اجل ليس مو بربوك ايه ها نعم اما كسرت اوفلس ما في شيء ايه ها اوفي رزق علي ذاك ايه نعم على قد الله الله سبحانه وتعالى يكون فيه نعم ايه ويتفقوا على بيعه واحده ونأخذ له عندي شروط يقول الطواش يعني ترى انا عندي شروط انا عندي شروط للتباب هالقد ها كان هي مثلا جوهرة للفلاق هالقد ها إيه لأن المحارة ما يعلمون لا أي ولا جابه إيه صحيح لا صحيح ما يعلموا نعم عدة محار عندهم إيه ما يعلموا بس يعلموا عن فلان هذا فلان فلاقة إيه هذا اللي بشارة اللي عبارة فلاقة يسموها إيه فلاقة نعم طبعا إنه هذا الفلاقة بعد نعم إيه وهذا يجزم على إنه الشروط هذه اللي ذاك يعني يعرف إنه ذاك رابح يعني إيه نعم شاف طواش فاهمين صحيح إيه هذا عمر لا جمع له كمية دبر بمبي راح نعم بمبي نعم إيه؟ ويروح يبيع هذا بمبي يعرف فيه لا عمر تكلفته زي ما تقول 50,000 روبية ها جاب له عمر 150,000 روبية إيه؟ من نار وين إيه ليش ما يجزم على هذه حسبة 35 روبية ولا 37 روبية نعم يجزم نعم إيه بس زي ما تقول بعد حسبه يعني ما يقدر ياخذها واحد صحيح الا يجتمع عليها مثلا 4-5 انفار فهمتي؟ ايه وبعدين اللي باعوها كل واحد حصته ايه كل واحد حصته منو اللي يشتريها في الهند؟
الهندي. منو اللي يشتريها؟ يعني ملوك ولا من تبدي الحبار داخل الناس؟ الناس يعني معين لهم إيه؟ ناس يعني معروفين مطرانين يعني معروفين ناس يعني إيه جوهرجية يمكن جوهرجية يعودوا يبيعوهم على هذا. إيه بعد يمكن بعد ذلك بعد إيه بيعوا على غيرهم. بعد على غيرهم بعد إيه أسواق بعد إيه نعم إيه أسواق إيه هذا الحين اللي هو لا يأخذ مثلاً خرجية عباطة أو عباطتين أو ثلاث تسجل عليه. صحيح. إيه ولا ما يأخذ تبقى للقفال. نعم. بارا ولا تعطيه نعم. كاملة. إيه. ما نخصم عليه شيء. نعم. زي ما قلنا عبارة الغيس عبارة قلاطة ونص. صح. والسيب قلاطة. صح. نعم. إيه. وبعدين نظام الغوص مثلاً إلى هذا سيب عبارة شافتر هالسيب هذا. نعم. شايل محمل على رأسه. إيه. الخدامة شاطر يعني. إيه. نجيت في عضاي الحمار نجيت في رباط الدر اللي هو مال الشراع نجيت يعني في فهم يعني ذاك البحر. ها؟ نعم. لكن لا أخوي إيه؟ الرجال ده نعم. ما يحسبوه شيء خدامته ومعرفته راحت صح بلاش صح إيه لازم يسكن إيه. ثاني شيء فهمت في ناس مثلا اللي هو يتغرى عضلاته في نفس البريخة هذه إيه؟ زي ما قلنا الحاشية هذه اللي في السدر إيه؟ يحط الدولة في الحاشية ويتفر إيه؟ بالإخراج إيه؟ يحط على الكتف ويتفر به فهمت لا إيه؟ تفر به قوي فهمت عبارة إلا قدامه يطيحوا نعم لا النحبالة إيه؟ يطيح على السطحة إيه؟ من قوته إيه؟ ولأنه خذ لا تستعمل عضلاتك الشركية إيه؟ ولا تعالج ربك إيه؟ إيه؟ ما علينا منه كل قوة إيه؟ إيه؟ بعدين هذه البريخة الدواري اللي صوب يمين مثلاً هذول نعم. فهمت يطلعوا بعد مني على اليمين إيه؟ وعودوا يستروا إيه؟ واللي من نفسه بيسار يطوف على الجالي ما العبارة العين فهمت ويلف الناس ويجي عند الحاشية كذي ويجود عاجبة إيه؟ يتفرج له إيه؟ هاي يسموها بريخة دواري إيه؟ دواري كذي بريخة نعم. بريخة الوصامي متى يسوى هذه نعم. سووها لا صار الهواء صليب يعني إيه؟ لا شد الهواء واجد هم يبرحوا إيه؟ يبرحوا قعادي يسموه بصامي هذي إيه؟ يقعدوا عبارة فهمت هذا ورا هذا هذا ورا هذا يعني دبل يعني مني واحد مني واحد مني واحد مني رايح على قد الدل هو ذاك نعم. الحبال هذا إيه؟ من عبارة من حاجة من فن الصدر إلى قايم ذاك إلى حاجة اللي مال فن السفر إيه؟ الميان هذا كبره نقول هذا على طول من العالية إلى الميان رايح كذي فصام يسموه هذي إيه؟ لأن هوا ما يقدر يذكر إيه؟ بروح دواري نعم. طبعا الأخراب على نفس البلولة على الفرخ هذا ما البلولة يعني ما يتغير عليه بعدين التباب لا يقدروا مثلا ما فيها وصليب وين يقعد التباب يقعد على نفس الدستور والبلولة يقعد لين بينت الربطة إيه؟ بين البيت والبيت ربطه له إيه؟ زي ما قلنا ربطه خرابية له صح تربطه من يوم ومن وبعدين تجمعهم له إيه؟ جميعا له إيه؟ سموها ربطه خرابية هذه إيه نعم إيه هذا التباب هذا وش وظيفته كان اثنين كان ثلاثة تبابة يقعدوا هناك ها لين جت من بعيد ربطه هذه يقولوا طوف طوف ها يجي على السيف فهمت وشقحها يقع له هذا الحين الخراب عن الخرزة هذه له إيه الفتحة هذه اللي فيها الفرخ هذا إيه؟ شقها خلي الربطة فوق يقدم يده من قدام كذي إيه؟ آه ذاك اللي ذاك اللي يقول حاسبوا لي شوي على يتعب له إيه؟ حاسبوا لي لين طافت الربطة راح يا ربعة السيف هذا إيه؟ تبقى موجودين محلهم شوف هذا كم ربطة كم إيه؟ كم بيطة ذا إيه؟ الغوار تقيهم ذاك نعم صرفهم ايه يمكن 10 بيضات يمكن 10 بيضات يمكن 8 بيضات بشكل كذي نعم ايه لين عباره اخر بيضه كبر الاخرار عباره اخر بيضه ايه قريب السن يجي الحين ايه اذا وصل السن ها عباره التباب يقول لهم يعني ذاك شوي شوي لا يقبوا البلوله بعدين ايه ايه لان السن يصير عباره ثقيل ايه وبعدين بيشيل في نفس الفرخ هذا ايه هذا السن خلوه عبارة من الدين ويجوا عبارة حق المياليك ولو انه خلي اربع مساند صحيح النهام عبارة النهام دائما كنا صوب اليمين ايه ايه صوب النخدة ايه ايه
لا خلص ذاك المويلي هذا يوقف عنده يصوب يسار للناس يوقف عنده شوف هذا المسانة كم استغرق وقت واجد كم من موال يعني مثلا نهائي اثنين يعني ساعات ثلاث نهائي بعد كل واحد يوقف عند ثاني الموال مسبوع هو متسوع هو مخموس الموال يعني لازم عليه تخولف يعني بعد موالية بعد أنا فرطت عشر قاف يعني قاف يعني بين القاف والقاف يعني هالشكل كذي لين عبارة ذاك خد مجراها انه محل مسانة كذي فهمت قال انه خذ الهادي الله الهادي الله يعني خلاص يعني جابوا الميادين خلاص نشروا الميادين خلاص بدل ما هم يروهم أول كذي نشروهم كل واحد عبارة للاد يصير في الكلاب هذا اللي عند الجواري احنا تكلمنا عنه فوق صحيح هذا الكلاب هنا وللاد يعني عبارة ليش يقول عنه هذا يلد يلد خلاص يمين. خلاص نشر المعادي فهمت استعدت الخاصة الحين السن خلاص وصل ابو الحين هذا ليه؟ صحيح ولا وصل ابو السن ما يخليك به عبارة ذاك وواقفه لازم يرفي حوالي 10 أمتار 20 متر كذي ليل على السفينة عشان يصير الخراب كذي مفتوح يعني عدلة نعم عاد تحول الغاصة عادة إلى أرض عدلة ها يعني قبل لا يقول جيب الديايين الغاصة يعني يشوف يعني لا هو مثلا 4 أو 5 محارات أو 6 محارات بعد غاصة كليت فيها 10 محارات عادلة ذي جو المقلط حط رجوله في الركاب هذا الغيس ها محارة عنده يبطل فطامه ها عشان الحين في المقلط عيون في الاستراحة يعني في المقلط زين ديلك الحين عبارة بعد جود المقلط هالساعة ها قول هذا جابر كان في دياين فهمت كل واحد حمل دينة ويجيب عليه قفات هاي الشبكة كذي يجيب عليه كم مواشر يعني كم قف كذي يوم ذاكم كذب محاربني محاربني جميع على السطح اسمع ذوي المحارب على السطح زين ولا القطية فهمت كل الغيس عبارة يخلي محارب كذي لا عشان بعدين توحوا كلهم جميع رميتهم يجيب من فوق من فوق المياديف من فوق القصور ويجعل نفس الميان على الكبر ها منك يقول لهم جابري من يقول لهم جابري كذي لين ذاكر يقول لهم ارفع لين بغوا يهدوا ينزلوا لزين هذين هدوا اهل اليمين رئيسها قال لهم يلا جابر زين ربكم هدوا خلاص يعني هدوا غاصوا خلاص وبعدين نفس الغيس روحت في القوه فهمت ما يخلي عيونه فوق خلي عيونه تحت عشان لا يسك على مثلا الرشانه وعلى بيمه وعلى حدابه وعلى خواليف لازم يشوف وعلى زنية لازم يشوف له نعم. إن بعد ما عليه سبت جوز ولا شيء صح ها عدل صحيح ثاني شيء فهمت ليش يمكن في سمكة كبيرة ها ما ينقرش هذا فاول تحت حداب ولا شيء لازم ذاك يفتح صحيح. بعدين ماء البحر ما يضر العيون ينفعها يعني مو زي ماء الحلو هذا وتوصل كم تبقى كل ذاك يركل حلقات ثاني شيء البحر ما صار قراح خاص في القيد ما صار قراح يرغس يحرقه كل ما قرح البحر يحرقه زي السمكة شوف السمكة يعني في الحر ما تقعد في بحر الطفح ما تقعد في بحر عبر القراح لازم تروح بحر غزير صحيح بحر غزير بارد نعم بعدين نفس الهير هذا مثلا لو مثلا زي ما تقول 12 باع او 10 ابو فهمت لازم انه عبارة الغيس يجي هناك عاف بارد بين المايين يسمون بين المايين عاف بارد يعني غيس الشاق عبارة يرتاح في المحل هذا وكل ما ارتفع كل ما قدر البحر في القيف هذا ابرد نعم نعم وكل ما قدر البحر بحر في الشتاء اسخن بعد نعم عكس بعد عكس يجمع نعم ماشي بالكذي بعد الغيس لما توصل لحير الارض دقة الأرض هذا غصب نحن يعني سراب اشتاروت عليه نعم كفيف هذا نظامهم كذي هذا لكن جماعة لا
عند حبال سموه يده. نعم. يده. إيه. يعني هذا وافي وبشليبي.